Carrière RH. رجعنا لكم في كارير راش بداية أسبوع طيب اللي التحق بنا توا. نذكروا اللي ضيفتي الكوتش نادية حاج سالم كوتش اي سي اف بي سي سي كوتش بروفيسيونيل. اليوم تحكي لنا على الموارد البشرية ولكن تعطينا بعض الآليات والتقنيات أدوات نجموا نقولوا يستعملوها مسؤولي الموارد البشرية ومديري الموارد البشرية باش نجموا يراقبوا يتبعوا يقويوا في المردودية نتاع الناس اللي تخدم في وسط الفريق في وسط الشركة. وتعلمنا منها في البارتي الأولى لو داش بورد سوسيال هذايا شنو اللي فيه اللي هو مرحلة أولى عطتنا بعض المؤشرات ولكن فما مؤشر آخر في الداشبورد هذايا. هذا هو هذا هو يعطيك الصح. جست بربي ملاحظة فارس كي تسمع أنت ديما تقدمني كوتش بروفيسيونيل وهذا شيء يشرفني ولكن أنا قبل كل شيء أستاذة جامعية. نعرفك عندك معزة خاصة معناتها أنا هذاك عالمي الكبير وهذاك اون تري غروند ريكونيسونس. أكيد بيه قلنا دونك حكينا على المؤشرات هذوما قلنا فما les indicateurs de سميناهم de situation واللي هما شنو الفرق بينهم وبين les indicateurs de performance وحود ستابل اكثر من الاخرين كما تقول انت الماس سالاريال داكور كما انت تقول باغ اكزومبل ليفيكتيف البيدجيت دو فورماسيون. الانديكاتور دو بيرفورمانس هما بلوتو عندهم بلو ديناميك معناتها يتحرك انت والوضعيه انت والشانجمون اللي نجم يصير في السوق بالضبط كيما مثلا تو دو كروسانس تورن اوفر باغ اكزومبل. دونك هذاك ينجم يكون معناتها يتحين فيسا ينجم يكون تو دو بيرفورمانس دي انديفيدو لا جيستيون لي كونفلي كل ما هو عنده علاقه حركيه يوميه. دونك هذا هو هذا هو اللي نجم نقولوه في لي تابلو دو بور باش ما نزيدوش نطولوا. دونك هذا الداشبورد سوسيال الاداه الاولى اللي يستعملها مسؤول الموارد البشريه واللي هو قلنا ان انسامبل نتاع دي انديكاتور باش نلموهم في دوكيومون واللي كل مره باش بعد عندنا الاكسل لوتي انفورماتيك يا با مال معناتها دوتي نجم يكون سيستم انتغري انفورماتيزي اللي يعطينا الانفورماسيون تريتي دون مانيير نوميريك او ديجيتال. انت تركز على كلمه المعلومه يذول التحدي الكبير من الاول في الشركه كسوا جديده ولا قديمه وقاعده تحين مثال في السيستم تاعها نتاع الموارد البشريه هي الامبليمونتاسيون تاع المعلومه. معناها من الاول كيفاش نعملوا الكوليكت نتاعنا كيفاش نصنعوا بكل خصوصيه الداشبورد هذا بعد يولي اوتي دو ترافاي كلاسيك نجموا نتعاملوا معاه وينجم يكون اجيل وديناميك حسب الوضعيه. هذه الاداه الاولى صحيح لو داشبورد سوسيال. الاداه الثانيه باش تحكينا عليها اليوم بالضبط فارس يعطيك الصحة. علاش أنا نأكد خاطر كل ما هو تقني فارس راهو جيرابل فاسيلمون. أهم حاجة أنا ديما نقول الرؤية ولو بون سونس والإنسان ماهوش شيفر وقد ما تجير لومان كوم إيتون رقم قد ما ساكري أون فريستراسيون. دونك مهم أني نعطي معنى للي نعمل فيه حتى كيف ننكادري وتو نشوفوا في عندنا تيم آخر فورمي مثلا لي كولابوراتور ولا يلزم يقعد يفهم فاش قاعد يعمل والوتيليتي وهو سا فالور اجوتي مش خاطر لازمني نعمل انديكاتور نعملو. دونك بالنسبه للبيلون سوسيال هو البيلون سوسيال باش يكون الريكاب نتاع تابلو دو بور واللي هو باش يعطينا كيما بيلون نتاع الكونتابيليتي ولكن ما فيهش اكتيف وباسيف فيه دي روبريك وجينيرالمون سبع تنسميهم رابيدمون. دونك لي روبريك هذوما باش يعطيو اون سانتيز عباره انت باش تعمل تصويره الفوتوغرافيه للموارد البشريه نتاعك في فتره معينه وجينيرالمون العام بالعام معناتها انويل لو بيلون الي انويل. تبقينا كان نحكي سور لو بلون وعنده عنده نقول انا صبغه الزاميه اكثر من تابلو دو بور واضح معناها نجم اوبليغاتوار مش للزونتربريز الكل اوبليغاتوار وقت حنا مالك وقت اللي تكون عندنا الحجم المؤسسه يفوت 300 شخص. بعد يولي فاكولتاتيف دونك نجمو حتى نعملوه بور اون ديزان دو بيرسون سي جوست نسميوها احنا اميني بيلون مي ماهوش اوبليغاتوار ماهوش اون دو با لو ديبوزي. باغ كونتر كي تبدا مؤسسه كبيره ينجم يولي ليغالمون زاد نمشيو حتى للسيرتيفيكاسيون تاع البيلون سوسيال باغ دي زوديتور انتر. معناها فما حاجه في الجوده فما ايزو بيان سور اتون نشوفوا علاش جوستومون خاطر جوستومون تو نشوفوا في الاوديت سوسيال كي المره الجايه هو الفا فيريفي لي دوني نتاع البيلون سوسيال مش باش يتبع لك لو تابلو دو بور
انت عطيتو دي زانديكاتور هذاك انت شخدمت، مي بعد باش يجي هو يراقب اكل بيلون سوسيال ويقول لك هذه منين جات ويشوف التطابق. دونك هذه مهمه لوديت سوسيال باش نشوفو مره اخرى باش بور كيل سيرتيفي لو بيلون سوسيال. لو بيلون سوسيال هذا فيه سبع نقاط اللي هما صحيت البيلون سوسيال نقولوا احنا سيت شابيتر نسميوه ولا سيت شابيتر دونك اللي هو فيه لومبلوا كل ما هو عنده علاقه بال بالامبلوا معناتها بالتشغيل الرؤيه نتاعنا قداش شغلنا قداش لي بوست فاكون لي بوست قداش باش ندخلو جدد بالضبط مي دون مانيير سانتيتيك مثلا عندنا دونك 10 بوست فيرين فاكون باغ اكزومبل دونك باردون دونك كل ما عنده علاقه بالامبلوا كل ما عنده علاقه بالريمونيراسيون لي شارج سوسيال دونك روبريك ثانيه دونك باش نحطو فيه اون سانتيز شارج سالاريال الكونفونسيون كل بوست معين قداش السالير نتاعو لي كاتيجوري نتاع لي بوست بالضبط بالضبط سا بو ايتر زيد مثلا نحطو سولون لي ريمونيراسيون سولون الكونفونسيون سوسيال لا ناتور نتاع لي كونترا اس اي في بي سي دي دي سي دي لي ستاج دونك نجمو نحطو فيه بون لي ستاج انتيو لي سي في بي بلوتو اللي احنا اون سونسي لي ديكلاري D'accord. Ben, donc on a les rémunérations, charges sociales, les charges sociales. كل ما هو عنده علاقه بالاسيورانس كل ما عنده علاقه بالاكتيفيتي سوسيال دو لونتربريز. عندنا زيد لا روبريك نسميوها لي كونديسيون دو ترافاي. لي كونديسيون دو ترافاي كل ما هو عنده علاقه بالاكسيدون دو ترافاي ليرغونومي دو ترافاي ظروف العمل. هذايا زيد نجمو نلقاو روبريك فيه معناتها حتى لي مالادي بروفيسيونيل معناتها بيان سور لي مالادي بروفيسيونيل اللي هما ديكلاري و ريكونو. انا نحب نوضح انا حاجه معناها في البيلون هذايا هم لي مالادي اللي عندنا ولا هاو الناس المرضى معناها في سؤال بسيط يمكن انا نسميهم لاسامي؟ لا 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 با اوبليجي انت قلت حاجه مهمه برشا باهي نسميهم هذوكم لي زانكس لي زانكس هما كونفيدونسيال راهو زاد باهي انت قلت معلومه مهمة برشا زاد باهي راهو هو يقول قال علاش نعملو في بيلون راهو فما عندنا دو لوجيك بور جيري لومان يا اما اوني دون اون لوجيك دو كونترول دونك جو سوي با ترونسبارون اي دونك نخبي والا دون اون لوجيك دو ديفلوبمون دو كونفيونس اي دو ريسبي وهوني بيان سور مش معناتها كيف انا وفي لو ريسبي ثم لا ديمونسيون دو سكري بروفيسيونيل بيان سور مانيش باش نجي انا نحط نوميناتيف مي هذيك راني جو سوي دون اون لوجيك دو ديفلوبمون جو نو سوي با دون اون لوجيك دو كونترول هذه باش نخصوا لها حلقه كامله okay. حكايه hey. الكونفيدونسياليتي في الشركه المعلومات اللي تتقال المعلومات اللي ما تتقالش كيفاش ناخذوا لاكور نتاع الواحد الشابيتر الرابع شنو اللي فيه تري بيان دونك قلنا نحن الروبريك باش نحطوا سانتيز مثلا عندنا لو تو داكسيدون دو ترافاي واضح كومون الى ايفوليو دوران 3 ans من بعد نجموا عندنا دي ديتاي نلقاهم في الانكس ولا نرجعوا للتابلو دو بور نتاعنا واضح داكور دونك الكاتريام روبريك هما لي زوتر كونديسيون ديجيان سورتو توا البارتي هذيا كبرت معناتها صحيت لي كونديسيون ديجين راهو معناها حتى في النجم تكون جو دي نامبورت كوا راهو تعرف اللي انت فما شركات اللي من عام لعام لازمهم يعملوا مثلا ما نعرفش حمله عندنا موس ديغاتيزاسيون عندنا الجر عندنا كذا دونك هذيك الكل تدخل في الليجيان ماهيش مالادي بروفيسيونيل وماهيش اكسيدون دو ترافاي مي ليجيان دو ترافاي تري بيان نشوفوا زاد لايغاسيون لي ستاندار منديه مش منديه فوالا ماشي لي زيشي دو سكور الحكايه هذيك تري بيان دونك تو سكي هيجين لي كونديسيون دو ترافاي حتى تدخل فيها حتى ليرغونومي الكريسي توا ولا البيرو البيرو مثلا هو يشد ثلاثه يهز ثلاثه ونحطوا فيه تسعه من الناس صحيح دونك هذا الكل وراهو كي يهبط اوديت سي دون سا باش نعملوا لو ليان السانكيام دونك تو سكي لا فورماسيون الوغ فورماسيون عندنا بروفيسيونيل لو بروغرام العباد اللي فورمينيهم قداش لو تو دو روتور دو روجي اتسيتيرا لي ريزولتا دو لا فورماسيون بار روبريك اتسيتيرا وراهو نجم نلقاو حتى دي غرافيك وفي لي زانيكس اتسيتيرا لي ستات نتاعهم وغيرهم تخي بيان السيزيام هما تو سكي لي غولاسيون بروفيسيونيل الوغ لي غولاسيون منهم لي كونفلي جينيرالمون اون جير لي كونفلي والا كان فما ميدياتور مثال والميدياسيون
تصير في وسط لي زونتربريز وغيرو. اكزاكتومون اكزاكت لامبيونس كليما سوسيال. وي كليما سوسيال لامبيونس دو ترافاي هذيك مهم برشا انه باش يكون عندنا باروميتر. ودايوغ تو كي نحكيو على لوبسيرفاتوار سوسيال من اكثر لا دوموند اللي دون سيت روبريك. اي صحيح. داكور صحيح. بي لي ريكلاماسيون ايتترا. اي دونك اخر حاجه نسميهم لي زوتر كونديسيون دو في. تعرف اللي اليوم رانا ولينا نطمحوا اكثر لفي داكورديون كي نقول اوتر كونديسيون دو في. ياسر نخدموا على البيانيتر, نخدموا برشا على لو ديفلوبمون دو لا بيرسون. حتى لا ناتور دي فورماسيون تبدلوا, اللي نراو برشا كوتشينغ ديفلوبمون تياتر. دونك كل بلوس صحيح ولين اي لو بلوس وحتى زيد لي توندونس. اكزاكتومون. واليوم فما زيد اون توندونس d'enrichir le bilan social par ce qu'on appelle tout ce qui est les activités durables. Voilà. Il y a un dialogue avec la citoyenneté, l'intégration de l'environnement, RSE, les activités sociales, les événements et tout. D'accord. Mais c'est la vérité, ma fille, je n'ai pas un canon mulzim, mais aujourd'hui, c'est une rubrique qui est en train de se اليوم الوقت تعدى معاك في ساعة برشا, دونك برشا معلومات تبارك الله. تحب تزيد تقولهم لنا؟ أكيد مازالت عندنا فرصة أخرى, نجمو نعاودو نرجعو في حلقات أخرين بأكثر تفاصيل على لو بيلون سوسيال ولا زاد لو داشبورد هذا ولا التابلو دو بور سوسيال. شكرا لك كوتش نادية حاج سالم والأستاذة الجامعية. بارك الله فيك اللي شرفني اليوم. بعد شوية عندكم مع نشرة الأخبار, تستناو ريم الإنجليز في سمارت كونسو. فارس بن سويلة حيكم غدوة, نلقاكم 9 ل 9:30 في كارير على إكسبريس اف ام.